طيب خلينا ناخد الترند المحلي وبعض الاخبار المهمه اللي بتتعلق بمنتخبنا كمان تحديدا، لان ده اللي هيكون اهم بالنسبه لنا كلنا كمصريين خلال الفتره اللي جايه. المصري الرياضي حسام على تويتر بيقول ان كيروش يحدد موعد الاجتماع الحاسم لاختيار قائمه المنتخب لمباراه السنغال. الاجتماع ده هيكون امتى؟ الاجتماع هيكون خلال الايام القليله جدا المقبله، وبالتحديد يوم الاحد القادم، وهيتكلم في الاجتماع ده ويشوف تقارير كل واحد من مساعدينه ووجهة نظر كل واحد في القائمة اللي يتم الاختيار والاستقرار عليها، والعناصر اللي قد تنضم لقائمة المنتخب كعناصر جديدة بعد قائمة المنتخب اللي كانت في كأس الأمم الأفريقية. فده اجتماع هيكون مهم، هيتم حسم فيه العديد من الأمور، والأمور ماشية بشكل تنسيقي مميز جدا ما بين كيروش، وفي واضح إن في انسجام وتفاهم وتعاون مميز ما بين كيروش وجهازه المعاون، ودي حاجة إيجابية بصراحة. طيب كيروش كمان ينتقد، ده من خلال بوابة أخبار اليوم على تويتر، كيروش ينتقد الدوري ويجهز لاعبا مفاجأة للسنغال. يعني مش عارف هم قصدهم على ان هو بينتقد الدوري، انا ما اعرفش تصريحات كيروش بصراحه مع هل هو اتكلم فعلا ولا لا، لكن بيقولوا اللاعب المفاجاه ممكن يكون احمد عبد القادر، هو عايز يفاجئ السنغال بلاعب مميز زي ده يربك بيه حسابات السنغال، لان خلاص احنا السنغال كتاب مفتوح وهم كتاب مفتوح بالنسبه لنا بعد المواجهه اللي كانت في النهائي، هم اللي كانوا موفقين في ضربات الجزاء. فممكن يكون ده من ضمن الاخبار، او احمد بدر من اللاعبين اللي ممكن يكونوا منضمين للمنتخب خلال الفتره اللي جايه، واكيد هيكون لاعب جاي ايا كان عبد القادر غير عبد القادر، مهم يا رب باذن الله نكون موفقين في التاهل. طيب تعالوا نروح لتصريحات الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه من خلال وطن سبورت، وفي الحقيقه شخص محترم جدا وبيعمل مجهود كبير جدا للرابطه كلها بصراحه، لكن في نفس الوقت اكيد بيبقى عندهم بعض الازمات والمشاكل، لكن واثقين فيهم ان هم يقدروا ان هم يتعاملوا معاها. قال ايه؟ سنطلب زياده عدد الجماهير، وده حاجه ايجابيه جدا جدا. لحد دلوقتي احنا 2000 واحد اللي بيحضر المباريات، نتمنى ان يكون اكتر والساعه تكون كامله يا رب باذن الله. والدوري المصري سيصبح الاول عربيا، وواضح ان هم حاطين يعني خطة في الاتجاه ده، ان مثلا بعد قد كده احنا هيبقى عندنا دوري قوي وهو اقوى دوري في المنطقة العربية. عندنا المنتج، وعندنا الكواليتي بتاع اللعيبة، وعندنا البنية التحتية، فبالتالي كل دي عناصر تساعد في انك فعلا تروح لاقوى دوري في المنطقة العربية وفي افريقيا. احنا كده كده اقوى دوري في افريقيا، بس نتكلم على المنطقة العربية كلها، فدي تبقى حاجة ايجابية جدا جدا، وتصريحات مميزة ومبشرة جدا بالنسبة له.